سبع سنوات مرت على يوم مشهود حدث فيه معركة البرث الخالدة التي ضحى فيها رجال القوات المسلحة بدمائهم وأرواحهم الطاهرة وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح والتي تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء في السابع من يوليو عام 2017 رحل البطل أحمد منسي ورجاله بعد أن خلدوا أسماءهم في سجلات الشرف والفخر بما قدموه للوطن من تضحيات وبطولات <applause> بعد ثوره الثلاثين من يونيو وعوده الوطن ممن سرقوا مقدراته، رات جماعه الاخوان الارهابيه في الارهاب وسيله ومعركه بقاء وانتقام لتحقق مطامع مكشوفه منذ فجر التاريخ، حدثتهم اطماعهم بانهم قد يستطيعوا كسر شوكه اقوى جيوش المنطقه باكملها، فعاست وهجمت عناصرهم ليلا ونهارا وما جنت الا انجرت اذيال الخيبه في كل مره فمن كمين الفرفره والشيخ زويد مرورا بميناء دمياط البحري ووصولا للقواديس، أحداث عديده وهجمات لا حصر لها، كانت شاهدة جميعها على ملحمة تضحيات وصمود للقوات المسلحه في مواجهة الجماعات الإرهابيه والتي تكللت بجهود العمليه الشامله سينا 2018. وفي تاريخ ليس ببعيد قبل سبع سنوات مضت، نتذكر واحده من أبرز ملحمات البطوله لرجال القوات المسلحه، ففي السابع من شهر يوليو من عام 2017 كانت ملحمة البرت، تلك الملحمة التي لها خصوصية في قلوب المصريين وأيضا في عمليات رجال القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة ضد العناصر الإرهابية لتفاصيلها التي تحبس الأنفاس وشدة الهجوم نفسه الذي تعرض له رجال القوات المسلحة البواسل. الملحمة بدأت بهجوم نحو 150 عنصرا إرهابيا شديدي التسليح مدججين بمختلف الأسلحة وقذائف الآر بي وهون إلى جانب سيارات مفخخه وقنابل يدويه على الكمين في محاوله بائسه لمحاصرته. ورغم اعداد العناصر الارهابيه التي قدرت باضعاف في عدد الضباط والجنود المتمركزين في كمين البرث، تصدت قوات الكتيبه 103 من الصاعقه للعناصر الارهابيه واظهر رجالها صلابه وصمودا استمر لساعات طوال، صمود حرم الارهابيين من السيطره على الموقع بعد ان حاصروه ولغموا محيطه بالكامل. العقيد كان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 اسم بزغ بعد أن سطر بطولة لا تنسى من التضحية والفداء والزود عن الوطن فأصبح مثالا جديدا لما وراء كلمة قائد فكان وطنه الأصغر كمين البرس حين دفع عنه برفقة جنوده حتى الرمق الأخير القائد منسي إلى جانب أبطال القوات المسلحة في كمين البرس كان دفعهم مستميتا في مواقعهم فكان النصر حليفهم وإن فاضت أرواحهم لبارئها شهداء عند ربهم يرزقون وينتهي الهجوم بفشل العناصر الإرهابية في تحقيق هدفهم وهو احتلال التمركز الأمني وتدميره بالكامل إنهم بواسل كما ولدتهم أمهاتهم رجال عانقوا بهاماتهم قمم المجد عرفوا بأنهم خير أجناد الأرض فاستحقوا أن يكتب التاريخ أمجادهم ليضيء الطريق أمام أجيال يخلفونهم إلى ضروب البطولات